السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتنا فرونسي اي كونساي، الفرنسية ونصائح. هذا نقاش مناقشة بين امرأتين مغربيتين تعيشان في فرنسا. من خلال هذا النقاش يمكن للمرء أن يتعلم بعض الكلمات وبعض العبارات في اللغة الإنجليزية. هاجار، هيلو مروة، هو أريو، كيف حالك مروة؟ مروة تجاوبها مروة I am fine، كل شيء مزيان بخير. And you، أنتي كتجاوبها مروة هاجار، دابا كتجاوبها هاجار It's going very well. كل شيء غادي مزيان. مزيان بزاف. Very well. We are leaving for vacation. غادي نمشيو عطلة. مروة. How lucky. شحال الزهر. Where are you going? فين غادي نمشيو. هاجر. We are going to Morocco. غادي نمشيو للمغرب. In the region of Marrakech. I am في منطقة مراكش. I am in a hurry to be there. أنا في واحد مكراش نمشي دابا. To be under the sun with family and childhood friends. مكراش نمشي دابا نكون في الشمس مع العائله ديالي والاصدقاء الطفوله. مروة. That's great. C'est super. مزيان. I understand you. كنفهمك. I understand you. كنفهمك. Are you going by plane? واش غادي تمشي بالطيارة؟ واش غادي تمشي في الطيارة؟ هاجر كتجاوبها by car. We are going with children. غادي نمشيو في الطوموبيلة، في السيارة. غادي يمشيو معانا الدراري. غادي يمشيو معاهم ولادهم. The plane is too expensive for six people. طائرة غالية بزاف بالنسبة لست الناس. نقدر نقولو six person or six people. Especially with the coronavirus. خصوصا مع هاد المشكل ديال كورونا. هاد كورونا هادي اللي كاينة. هاد فيروس كورونا. كل شيء ولا غالي وداك شيء. The prices have doubled. أثمنة غلات بزاف. دوبلات. Prices has doubled. أثمنة غلات دوبلات. The journey by car is difficult. السفر في السيارة صعيب. في مشاكل. Difficult. مشاكل. But the variety of landscape are interesting. ولكن المناظر متخلفة. ديال اختلاف ديال المناظر اللي كاينة مهمين بزاف. انتريسون مهمين. مروة. Where are you going exactly? فين غادي تمشيو بالضبط؟ هاجر كتجاوبها كتقول لها We are going to a magnificent village 30 kilometers from Marrakech. Where are you going exactly? فين غادي تمشيو بالضبط؟
وي ار جوين تو ا مانيفيسنت فيلاج، غادي نمشي لواحد فيلاج مانيفيك زعما زوين بزاف بعيد من مراكش 30 كيلومتر مروة. ار يو جوين تو ستاي ويز ذا فاميلي، واش غادي تهبطوا عند العائلة، واش غادي تمشيو تجلسوا عند العائلة؟ هاجر نو نو وي هاف ا سمول هاوس ان فول كونتري سايد ويز سمول جاردن. لا عندنا واحد دار صغيره في العروبيه عند فيها واحد جردة صغيره. هاد الكلمات هاد الكلمات اللي سطرت تحت منهم vacation childhood friends understand expensive especially landscape journey interesting exactly magnificent countryside. هاد الجمل غادي تقيدهم بحال هكا واحد الورقه وحده 1 2 3 4 5 6 7 تقيدهم بحال هكا وتاخذوا ديكسيونير وتشوفوا لا اش كتعطيكم لا تراديكسيون باش تفهموا مزيان هاد الكلمات. ديروا شويه ديال لي زيفور، ديروا شويه ديال واحد المجهود باش تعلموا اللغه، لان بلا مجهود راه الانسان ما يقدر يتعلم حتى شي حاجه. مع السلامه، ا تري بيانتو، سيو ليتر.